في الاخر لازم تبقى عارف ان كل عدسه ليها استخدام معين، وكل فوكال لينث هيطلع لك تاثير في الصوره او الفيديو بتاعك بشكل مختلف تماما. كل سنه كل شركات الكاميرات بتنتج انواع كتير قوي من العدسات، عدسات زوم، عدسات برايم، فتحه عدسه ثابته، فتحه عدسه متغيره. ومع كتر كميه العدسات دايما بيجي السؤال في بالي، وانا اشتري اي عدسه؟ وفي الفيديو ده بقى هاخدك رحله معايا طويله لكل ما يخص العدسات، فيلا بينا. في الاول كده محتاجين نفهم هو ايه دور العدسات في التصوير. عموما الاضاءه بتخش من خلال العدسه وبتمر على ازاز اسمه اللينس إليمنت، وبتتجمع كلها في نقطه في سنسور الكاميرا، وبيتم بعدها عمليه بروسيسنج عشان تطلع الصوره اللي شايفاها الكاميرا. الزاويه بقى اللي بتشوفها العدسه بتسمى بالفوكال لينث او البعد البؤي، واللي بيتقاس بالمليمتر. الفوكال لينث ده بقى يعتبر هو المسافه اللي ما بين ازاز العدسه وسنسور الكاميرا. وطبعا خلينا متفقين ان جميع الشركات الكاميرات بتنتج تقريبا نفس رينج العدسات اللي بيبدا غالبا من 15 مللي لغايه 200 مللي، وطبعا في شويه عدسات بتكون شاذه شويه زي عدسات مثلا 4 مللي 10 مللي، وبتسمى العدسه الفيش اي. في كمان عدسات ثانيه بتكون بفوكال لينث كبير جدا زي 800 مللي و1200 مللي، وبتسمى اكستريم كلوز اب لينس. مهم قوي بقى هنا تعرف ان كل ما الفوكال لينث بتاعك كان كبير كل ما الكادر بتاعك كان ضيق، وكل ما الفوكال لينث بتاعك كان قليل كل ما الكادر بتاعك كان واسع. طيب كل العدسات لجميع البراندز بتاعت الكاميرات بتنحصر تحت اتنين كاتيجوري، زوم لينسز وبرايم لينسز. البرايم لينس بتكون صاحبه بعد بؤري واحد زي 24 مللي 50 مللي 85 مللي، اما الزوم لينس بتكون صاحبه اكتر من بعد بؤري زي العدسه ال 24 70، وطبعا اشهر عدسه من كانون ال 70 200، وبتغير بعد البؤري ده عن طريق حركه الازاز اللي جوه العدسه، وطبعا انت اللي بتحدد ده، وبتغير بعد البؤري عن طريق الرنج اللي موجود في العدسه. والزوم لينس بيكون اختيار موفق وكويس جدا لاي حد بيبدا في مجال التصوير وعايز عدسه تشتغل معاه في كل حاجه، لانه بعدسه واحده هيقدر يصور وايد وميديوم وكلوز اب شوتس. البرايم لينس بقى بيكون فيها ازاز اقل، فبالتالي العدسه دي هتكون اخف من الزوم لينس، وكمان هتديني شارب اكتر في الصور بتاعتي. وكمان معظم العدسات بتكون فتحه عدسه اوسع من الزوم لينس، فهتديني اضاءه اكتر وعزل في الخلفيه اكتر. وبكلامنا عن فتحه عدسه، خلينا عارفين ان البرايم لينس بيبقى صاحب فتحه عدسه ثابته، بمعنى العدسه دي 50 مللي مثلا فتحه عدسه بتاعتها 1.8 1.2 1.4 فتحه عدسه ثابته، عكس الزوم لينس اللي بيكون عندنا تو اوبشن، زوم لينس بفتحه عدسه ثابته وزوم لينس فتحه عدسه متغيره. ده غير كمان ان في عدسات معينه بتجبرك على تغيير فتحه العدسه مع تغيير قيمه الزوم. تعال بقى ننتقل لفقره ثانيه وهي التايب اوف لينسز او انواع العدسات. اول نوع معانا هو الاكستريم وايد لينس، وده رينج العدسات اللي بيبدا معانا من اول 15 مللي لغايه 24 مللي. من خلال رينج العدسات ده هتقدر تقرب جدا من العنصر او الاوبجكت اللي انت بتصوره، وكمان هتجيب معاه الباك جراوند في نفس المشهد. في كمان زاويه اوسع من كده لو انت استخدمت عدسات الفيش اي زي ما اتكلمنا قبل كده، عدسات زي 4 مللي او 10 مللي فيش اي، ولكن باستخدامك للاكستريم وايد لينسز هيظهر لك حاجه في الصوره او في المشهد اللي بتصوره، حاجه اسمها ديستورشن او تشوه في حواف الصوره، وده عباره عن انبعاج في حواف الصوره اللي ناتج عن استخدامك للعدسات دي. طيب لو حابب بقى تصور تقريبا نفس الشوت ولكن بدون الديستورشن ده، ساعتها بقى نستخدم النوع الثاني من العدسات وهي الوايد انجل لينس، واللي الرينج بتاعها بيبدا من اول 24 مللي لغايه 35 مللي، واللي بيستخدمها كتير من المصورين لو عايز يصور في مكان ضيق شويه وحابب ان شكل الكادر يبان واسع، وتقريبا دي من اكتر زوايا العدسات اللي بتستخدم في التصوير السينمائي. نيجي بعد كده لنوع عدسات اخر وهو النورمال او الستاندرد لينسز، واللي بيتراوح الرينج بتاعها من 35 مللي ل 50 مللي، واللي المشاهد اللي بتتصور بالعدسات دي بتكون الاقرب للعين الانسان اللي بتشوفه. عشان كده اي كادر متصور بالبعد البؤري ده احنا كانسان لما بنشوفه بنحس ان هو مألوف بشكل كبير، اكننا احنا قاعدين في المشهد او شفناه قبل كده، وده اللي بيخلي رينج العدسات ده مميز جدا في تصوير البورتري. نيجي بقى للنوع اللي بعد كده وهو التليفوتو لينسز، وده رينجو بيبدا من اول 70 مللي لما فوق، كادر ضيق وبيكون مركز جدا على حاجات معينه، وغالبا العدسه دي بتفصل الاوبجكت اللي انت بتصوره عن اي حاجه حواليه، وبيديك حق دايما ان اللي بيتصور ده في مسافه بعيده جدا عنك. من الاخر لو عايز تظهر اي مومنت قويه في التصوير بتاعك استخدم الفوكال لينس ده. نيجي بقى للعدسات اللي بتطلع لنا مشاهد مختلفه تماما عن الطبيعي، واولهم الماكرو لينس. العدسه دي بقى بتصور فيري اكستريم كلوز اب شوتس مع اظهار
كل التفاصيل للاوبجكت اللي بيتصور. اكيد كتير مننا شاف صور الحشرات اللي بتكون واضحه جدا، او حتى صور وفيديوهات كلوز اب جدا على عين الانسان. الفكره في العدسات دي في حاجه اسمها المينيمم ديستنس، والمينيمم ديستنس ده معناه المسافه اللي بتقدر من خلالها العدسه تلقط فوكس للحاجه اللي بتتصور. فالعدسات دي بقى المينيمم ديستنس بيكون صغير جدا، فبالتالي بتقدر تقرب بشكل كبير على الاوبجكت او الحاجه اللي انت بتصورها، طبعا تلقط فوكس بشكل طبيعي جدا. عدسات الماكرو بقى ليها كذا فوكال لينث. في عدسات ماكرو اللي هي مشهوره جدا اللي هي 100 ملي او 105 ملي، وده بتبقى كلوز اب قوي. وفي عدسات اللي هي بتبقى وايد وماكرو في نفس الوقت زي ال 24 ملي وزي ال 15 ملي، وطبعا كل عدسه وليها استخداماتها. واخيرا من العدسات الشاذه شويه هي التلت شيفت لينس. العدسه دي بقى فيها ميكانيزم غير اي عدسه ثانيه، بحيث باستخدام العدسه دي بتقدر تشيفت الكادر بتاعك يمين او شمال، او تعمل لها تلت فوق او تلت تحت. بيستخدموها كتير مصورين اركتكتشر عشان يبداوا يظبطوا البرسبكتيف بتاع شكل المباني وهم بيصوروا. كمان العدسه دي بتعمل حاجه اسمها مينيتشر افكت او التاثير المصغر، واللي من خلاله بيحول لك اي حاجه كبيره انت بتصورها زي المباني والكباري اكنها قطع ليجو صغيره مرصوصه على ترابيزه. ودول كانوا اكتر عدستين تقدر باستخدامهم تطلع مشاهد مختلفه تماما عن اي عدسه طبيعيه. في الاخر لازم تبقى عارف ان كل عدسه ليها استخدام معين، وكل فوكال لينث هيطلع لك تاثير في الصوره او الفيديو بتاعك بشكل مختلف تماما. يعني لازم تجرب كل حاجه وتوصل لمرحله احترافيه تخليك انت كشخص قادر تقرر اي عدسه انت هتستخدمها وايه الكادر اللي انت عايزه يطلع في المشهد بتاعك. فلازم هنا تجرب كل حاجه وتوصل لمرحله احترافيه تكون قادر تقرر انهي عدسه هتستخدمها في الشوت ده وليه، لان انت المفروض شايف المشهد قبل ما يتصور اصلا. وبس كده، انا حاولت على قد ما اقدر اشرح كل حاجه خاصه بالعدسات. لو عندك اي سؤال عن العدسات اكتب لي في الكومنتس، وما تنساش قبل ما تطلع من الفيديو اللايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، سيب لي رايك في الكومنتس واشوفك الفيديو الجاي. سلام.